الكاسي ديالي عرفتي هو انا كنبداو بالضرب يعني فيها الضرب ناقص الضرب ناقص يعني فيها ميتيبليكاسيون فاسيس خاكسيون كنبدا بميتيبليكاسيون دونك ملي غنبدا بميتيبليكاسيون تخرج لي واحد دونك هادي ملي غنضرب في هادي شحال تعرف 3.5 نعم، زائد، هاي زائد، ونجم فاصلة 5.5 ناقص،
اول حاجه نفكر فيها الاسم خلاص حيت ناقص زايد ديال كتخلو، اما الدار والجماعة كل شيء كتعرفوا 10.5 غنقص منها 9. ناقص 10 غنقص منها 9 هي 1 غنقص منها 5. 12.3 ناقص 2.3 دونك فاصلة 6.0 دونك 12 ناقص 2 هي 10. و 2.3 ناقص 5.3 ناقص 0.0 دونك 2 5 ناقص 2 هي 3. دونك هنا ملي كتولي عندي الضرب والقسمة كنبداو من اليسار لليمين. دونك واحد ناقص 1.5 من 10 شحال؟ ناقص 5.0 برشو هي ناقص 15. قسمة ناقص 3 عندي نفس الإشارة ياك؟ عرفتيني؟ ناقص 5. كلكم عندكم هذا. صافي
دونك 6 ناقص 7 جوج هنا ناقص 14 واحد 30 11 ناقص 14 ناقص 3 ناقص 14 ناقص 3 لو ما نفس الإشارة نفس الإشارة ونجمع 14 زائد 30 34 ناقص 7 جوج شنو ناقص 7 ديرو بحال ما تعملش شنو هو المقام الروحي ناقص 27 ناقص 24 ناقص 24 ناقص 24 ناقص 24 يلا شنو ندير دابا شنو ندير دابا شنو ندير دابا شنو ندير ناقص 24 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 تعالي نضربوها في ناقص 3 دونك 8 نضربوها في ناقص 3 تعطينا ناقص 24 3 غنضربوها في ناقص 3 شنو تبان؟ ناقص 90 مزيان؟ مشي ولاد عادي ما عندناش نبدل فيها وهذا 12 شنو درنا لها باش توصلها في ناقص 24 ضربنا ناقص 2 دونك 5 غنضربوها في ناقص 2 مزيان مزيان كم دونك 5 ناقص 2 هي ناقص 10 10 شو ما بغيتش تخلي ناقص زائد 3 ولا شي دير لا بوز بغيتش تخلي ناقص زائد 3 ما غادي نحيد راه غادي نحيد المقام دونك شنو المقام الواحد هو ناقص 24 كي كنا عندنا المقام كنصاوبو المقام وكنديرو العملية ديال الفوق ناقص 9 زائد 7 يا ناقص 9 زائد 7 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 10 ناقص 12 ناقص 12 ياك شويه ناقص 9 زائد 2 زائد ناقص 9 زائد 7 هي ناقص 2 ناقص 2 ناقص 10 هي ناقص 12 اول حاجه ما اختزلها هي ناقص 2 ويش و 12 و 20 راه مع بعضياتهم لا ماشي 12 6 هي واحد على جوج اصلا هي واحد على جوج نمشيو للعملية اف دونك العملية اف فيها اقواس اقواس دونك مين اللي غنخرج جوج الاقواس هنا زايدة هنا والاقواس باش تطول مزيان اقواس مبقاش نهبطو فيها ولي دابا ضاربين مع ناقص شنو هي الشرط شنو هو المقام 10 يا 10 باش نضربو شكون 10 لا خمسة باش نضربو شكون 10 واحد ثلاثة باش نضربو شكون 3 واحد زوج باش خمسة باش نضربو شكون 10 زوج زوج وزوج باش نضربو شكون 3 وحال كيما قلنا صافي صافي شنو هاد الوصل شنو المقام الواحد ديالو عشرة 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 ناقص 1 على 10 ناقص 15 ناقص 4 هي ناقص ناقص 19 ناقص 19 ونجمع ناقص 19 على 10 وخرجوا لي واحد ديال المقام لا هو نفس المقام نفس المقام ونجمع ناقص 19 ناقص 19 ناقص 20 خطا خطا شو خشي اذا بدي يكون عندي الاصفار خير بحال صفر مع صفر واش باقي لنا ناقص جوج هي ناقص زياده على الواتساب لكم هذا في الواتساب تعاودوا تخدموا عليه فرق تاعنا شكرا لك شنو كيعني لي كيعني ان لا اي زدنا على بي كيما شبه لي ا زائد شنو كيما شبه لي ا زائد بي نحيدها وندير في بلاصه ناقص 5 على 7 فين هي ا زائد بي راه ما كاينش هاي كاينة هي مهمة لكن تم استطالة هو نقص هذا نقص هذا قوس قبل من المزايد قبل من الوالي ولا قبل من المزايد يعني غير تهيئ وما ندير والو هذا قوس قبل من المنارة
شنو يعني؟
واحد ناقص 5 زائد 16 زائد ناقص 16 زائد 16 صفر متقابلين على صفر صفر على 12 دونك صفر على 12 هي صفر هي صفر على اي عدد يعني صفر يعني صفر دونك هذه مش صفر دونك شنو تبقى ليا؟ جوج شكون ضربنا بجوج هاد السبع؟ ثلاثة ثلاثة زائد واش تخرج هذا؟ تخرج هذا شنو ثلاثة سعود صح ولا ما نقصش ثلاثة سعود سعود ركز معايا مزيان مقام واحد هو سعود ياك ثلاثة واش ضربنا بجوج هاد السبع؟ ثلاثة أو جوج شنو ضربها؟ ثلاثة هنا ضربنا ثلاثة هنا ضربنا ثلاثة ثلاثة هي ستة ناقص جوج على واحد هذا ما كاينش ناقص كيشوف معاه ما كاينش جوج كيشوف اقوس علاش ما بقاوش يشوفوا منهم اقوس تساوي خرج هذا خمسه ناقص ثلاثه هي جوج على سته زائد ونخرج هذا سعود سته ناقص جوج هي جوج على لا واحد ونكمل شنو هي المقام ديالي من داخل اقوس تساوي جوج على سته زائد اربعه ناقص جوج مقام واحد شنو هو؟ تسعود تسعود واحد مقام واحد هو تسعود تسعود تضربنا بشويه تسعود واحد واحد في اربعة واحد تضربنا بشويه تسعود تسعود دونك شنو ما ناقصش من ناقصش كملوا من هنا جوج على ستة مربع جوج على ستة مربع وهنايا الزائد سعود ونحسب دونك 4 ناقص 18 مخشي فيه جار 10 10 14 ندير القوس ناقص 14 ما هو المقام الواحد ديال جوج؟ بزاف كاين 18 اقرب مضاعف بيناتهم جوج هو 18 ستة فاش ضربوا بشنو 18 ثلاثة ستة فاش ضربوا بشنو 18 جوج دونك المقام الواحد ديالهم هو 18 مزيان دونك ستة باش ضربناها ثلاثة ثلاثة دونك جوج ثلاثة هي ستة تسعود باش جوج دونك ناقص 14 نضربوها جوج ناقص ناقص دونك شنو هاد الجملة عندي ستة ناقص 28 هي شحال 22 ناقص 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 22 على 18 هاي ناقص بالي ناقص 22 على 18 يمكنش انا نخلي شي عدد نشوف بحال مرة 6 تما كاين زائد وناقص 14 زائد انا ناقص اش دابا ناقص اش دابا ناقص لا زائد تما ناقص هنا ناقص واش هنا ناقص لا كان تما ناقص اش هنا ليا شحال يلا سيسالكم هاد الوير زائد الا كنت ندخل على شي قوس ما كنتبدلش ليه الاشاره تبقى ناقص هنا تسمية الدور شي بوكس تبدل لي الإشارة وقت ناقص تقول لي زائد تشافي دونك ناقص 22 على 18 يمكن تقسم خلال بها مكان تقسمها 22 تقسم على 18 ناقص 16 على 9 وهذا ما يمكنش تقسم على 18 يعني ديك الشيء صافي كالكولي ال يعني كالكولي هذا الشيء بحيث ان اكس كتساوي 2 على 13 قال لك كالكولي هذه الاكسبريسيون هذه بحيث ان اكس كتساوي 2 على 30 يعني نحيد اكس باش نعوضها أول حاجة نعوض مزيان ثلاثة في جوج على ثلاثة ستة يا زائد سبعة ونحيد إكس نعوضها بجوج على ثلاثة سبعة في جوج على 13 زائد خمسة على 12 هادي غير هي نورمال كتسميش ثلاثة إكس ناقص جوج على ستة غنحيد ديك اكس وندير بلاصه جوج على 13 اكس نحيدها وندير بلاصه جوج على 13 صافي دابا شنو خصني ندير؟ هاي نزول بها هنا خصني نحسب دونك 3 بجوج على 13 غنجي ملي كتكون عندي 3 جوج على 13 شنو ندير؟ هذا على واحد بطريقة الحال دونك كنضرب مقام في البسط في المقام في المقام نيميراتور في نيميراتور ديرهم هنا
10 ولا عندي 6 هنا باش ولا عندي 6 على 13 كنضرب 3 بجوج هي 6 على 13 ناقص 2 شويه على 1 على 6 زائد شويه عليا ونمشي ندير 12 نمشيو هنا 7 بجوج على 13 دونك المقام في البسط في البسط نيميناتور في نيميناتور هي 14 14 لا 13 انا دابا عاودت وصايب شوف عندي شكون شي داك شنو خصني ندير غير نحسب دابا غنطبق جميع العلاقات اللي كتعرفوا جميع العلاقات كاملين غادي نطبقوا من هنا اول علاقه طبقنا هي الضرب دابا باش غنطبقوا شي غير 18 خصني نقول لك المقام هذا ولكن فين خصك تحط لي المقام فوق ما نعرفش تحت انا تساوي وندير الكاس هنا ونوجد المقام هذا دونك المقام واحد ديال شنو 13 هاي 13 13 يا 13 يعني بحال على واحد 13 واحد ضربناها واحد في 6 هي 6 13 في 6 واحد في 6 هي 6 و13 في 2 هي ناقص 26 ناقص 26 حط المقام من فوق انا بقى على 6 زائد هاي ونمشي واحد المقام لهذا هذا شو هو بحال على واحد يلا 13 في واحد هاي 13 واحد في 14 هي 14 و 13 في 5 13 في 5 5 في 3 هي 15 و 5 في 1 هي 5 و 5 في 1 هي 5 على 6 بخير هاي العملية غادا زوينة تساوي هاي العملية تساوي هنا ندير كسر هنا كسر كسر هو اللي خرج هاي 13 فوق البعض المقام هو 13 والفوق 6 ناقص 26 هي ناقص 20 علاش حيت مختلفين اشاره مع اشاره العدد اكبر وانا على 6 تتم تتم زائد 73 على 13 14 زائد 65 90 70 70 على 13 على 6 زوينه هاد العيبه نديرو دابا شنو هي؟ غادي نطلبو غنشدو هاد غنحطو هذا غنحطو ونديرو في المقلوب ديالنا يلا ناقص 20 على 18 غنضربو في المقلوب ديال 6 شنو واحد على 6 واحد على 6 ولا مزاز واحد على 6 زائد والسطر الاخير ما شكونش شفتو كتبت السطر الاخير يلا كملوا دابا صافي الضرب بسط نصبحو الضرب على الضرب والزائد والضرب نصبحو الضرب دونك ناقص 20 في 1 هي ناقص 20 على 78 13 في 6 هي شحال 78 78 زائد 79 في 1 هي 79 13 في 12 168 156